السلام عليكم. طبعا الملتقى النهارده كان رائع، انا بشكر فرع المعادي على الفكره الهائله دي، انا كان نفسي اعملها من زمان وان شاء الله بدايه قويه من مجال، وان شاء الله نعملها قريبا بمحاضرين اكتر، محاضرين ابوار رساله اكتر ان شاء الله. انا شايف انها دي هتبقى بدايه قويه جدا ان احنا الفتره الجايه نهتم بالكواليتي بتاعت المحاضرين، والموضوع ده ما يحصلش كتير في مصر ان يكون في ملتقى زي ده للمحاضرين كمان بشريه. وانا مبسوط ان انوار هي خدت المبادره، وده بيأكدنا ان احنا ماشيين صح وان بكره نبدا. شكرا.